مشاهدينا ضيفت بهالفكرة إليز الراسي، هي كاتبة أيقونات بيزنطية. صباح الخير إليز، وصوم مبارك يا رب. نحن وصلنا تقريبا إلى ختام أسبوع الألام يلي بينتهي بقيامة سيدنا يسوع المسيح. خبرينا كيف مضيتي هالفترة، وخصوصا أنه كنت أنت وعائلتك ملتزمة بالحجر المنزلي. صباح الخير لإلك إليز، وصباح الخير لجميع مشاهدينا. أكيد هيدا وضع استثنائي هلأ، إنه عم نعيش الألام وعم نعيش الجمعة العظيمة بحالة قمع، بحالة وجودنا مأسورين بمنازلنا. التزمت مثل غيري أكيد لحتى حافظ على حالي وعائلتي وأحبائي وأصحابي وأهلي. فنحن كنساء فينا نعبي وقتنا بكتير أشياء بالبيت، بما فيه شغل البيت، بما فيه العيلة، الأولاد، فوقتنا مليان. إضافة لهالشي أكيد أنا من عشية بقعد بكتب الأيقونات، فبعيش حالة هالتأمل والصفاء لحالي من عشية، حالة صلاة أنا وريشتي وأيقونتي. اليوم هو يوم الجمعة العظيمة، ولكن كل يوم من أيام الأسبوع المقدس هو يوم عظيم، لأنه هالأسبوع هو الأسبوع الأخير يلي أمضى سيدنا يسوع المسيح على الأرض، هو بكامل أحداثه ومعانيه بشكل وحدة مترابطة. وما فينا نحكي عن أيقونة الجمعة العظيمة قبل ما نكون حكينا عن كل الأحداث يلي حدثت قبل هالنهار، يعني ابتداء من سبت إليعازر لحد ما نوصل ليوم الصلب. خبرينا إليز، ورح نشوف هلا أيضا من خلال الأيقونات كيف كانت هالمسيرة لحد ما وصلنا ليوم الجمعة. مزبوط إليز، أسبوع الألام هو الأسبوع يلي في كتير أحداث، لكن هو ببلش من بعد الصوم الأربعيني الكبير. شو هن هالأحداث يلي مهمين يلي بيوصلونا للخميس والجمعة العظيمة؟ منبلش بالسبت يلي هو قبل أحد الشعنين، هو إقامة لعازر من الموت. بهيدي الأيقونة منشوف إنه لعازر يلي كان صديقه الحميم ليسوع، هو وأخته مريم ومرتا، بيكون دجا صار له ميت شي أربعة أيام. بيركضوا عليه مريم ومرتا، بليز إنه أيقظ لنا أخانا. وهو عارف إنه هيدا نهار السبت، وإذا عمل عجيبة حتتفتح عينين اليهود أكتر وأكتر. بس رغم كل شي بيروح على اليهودية وبيوصل لعنده وبيقول له لعازر هلما خارجا. هيدا الحدث كتير مهم، لأنه بيسائل من بعد ما يخلص الصوم الأربعين الكبير، وبذات الوقت قبل ما تبلش الجمعة العظيمة كحد ذاتها، وهي رمزة تحقيق مسبق لقيامة المسيح وغلبته على الموت. وهون كمان بتتحقق طبيعة يسوع الكاملة البشرية والإلهية، البشرية وقت البكي على موته لعازر، والبشرية هيدي البشرية والإلهية لما بينقذوا من الأموات. تاني حدث هو أحد الشعنين ودخول المسيح إلى أورشليم. هونيك وصلوا صاروا كلهم يهللوا له ويفرشوا له الأغصان الشجر ويقولوا له هوشعنا يا ابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا بالأعالي. فصاروا يقدموا له العميان والعرج على الهيكل وكان يشفيهم. حتى صاروا يطلعوا رؤساء الكهنة على هالعجايب اللي عم بيعملها، قالوا له عم تسمع شو عم بيقولوا لك؟ الأطفال قال لهم اسمعوا الحقيقة من تم الأطفال. فبالأيقونة منشوفه راكب على جحش ابن أتان الأبيض، يلي هو كان الجحش هو رمز للنجاسة عند اليهود. بس إنه كيف بيركب عليه؟ هو سامبول لإنه بقيامته حينشل الشعوب القديمة وحيدمجها بالعهد الجديد. وهي هون تحققت نبوءة زكريا، من خلال منشوف حامل بإيده المخطوطة بإيده الشمال وعم بيبارك بإيده اليمين،
وتلاميذه على يمين الأيقونة عم بيهللوا له، والأطفال الصغار هن الأشخاص يلي على الأرض عم بيفرشوا له ويهللوا له. الشجرة بالنص هي إلها رمزين كتير مهمين، يعني هو الصليب، يعني من خشبة الصليب، هيدا تمهيد لموته على الصليب، وهي شجرة الحياة. من بعد أحد الشعنين يلي هي بليلة أحد الشعنين وليلة التنين والتلاتة، منكرم أيقونة الختن بالنشيد يلي بيقول: ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. هي بتمثل العريس، الختن يعني العريس، بس هي الأيقونة الألام. كيف الألام؟ لأنه هزقوا منه اليهود وألبسوه الرداء الأرجواني وحطوا بإيده قصبة وحطوا له إكليل شوك وصاروا يضحكوا عليه ويقولوا له: أنت ملك اليهود. رابع حدث هو بالأربعاء العظيم. بنتذكر هون المرأة الخاطئة. ليش بدنا نتذكرها بهذا الحدث؟ لأنه المرأة الخاطئة هي رمز كبير للتوبة وطلب الغفران من السيد. فإجت وقت إجت لعندهم قال لها: مغفورة لك خطاياك، ما ترجعي بقى للخطيئة. هي وقت عرفت إنه المسيح إجا عند سمعان الفريسي ركضت وباعت كل شي عندها وإجت بتوبة حقيقية، تابت بكل محبة، عكس سمعان الفريسي يلي استقبلوا ببيته بس للوجاهة وما كرموا مثل ما لازم يتكرم أصلا الضيف، ضيف الشرف عند التاني. وكمان سخر يهوذا وقت قال له للمسيح: بهيدا الثمن الغالي يلي حطيته المرأة على العطر، فينا كان نطعمي الفقراء. هول الأحداث هن يلي مهدوا للخميس العظيم والجمعة يلي رح نشوفهم بعد شوي. وصلنا إلى الخميس العظيم، هالنهار يلي ما بقل أهمية عن الأيام الأخرى، يمكن هو بنفس أهمية يوم الجمعة العظيمة. بهالنهار يسوع حكي عن خيانة يهوذا لإله، ولما طلع على جبل الزيتون كان عم بيقول: نفسي حزينة حتى الموت. قد صعب هيدا الموقف، يسوع يلي ارتضى انه يموت كرمالنا حتى يمحي اثامنا، وحتى بموته يكون امننا انه نحن ايضا سنكون كما هو سيكون. رابع حدث هو خيانة يهوذا للمسيح. فليش خانوا يهوذا للمسيح؟ اول شيء خانوا للجشع والطمع، هيدا كان دافعه الاول عندما قال لهم لرأس الكهنة: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمكم إياهم؟ وكمان في حدث قبل وقتها مثل ما حكينا، وقت اجت مريم تغسل له إجري بالعطر، كمان قال: ليش هالقد عم تصرف عليك؟ بيّن كمان جشعه، وكان الصندوق دايما مع يهوذا. والشغلة الثانية بتقول ليش خانوا للمسيح؟ لأنه دخلوا الشيطان، وبيقول لوقا: لذهاب عندما ذهب يهوذا عند رؤساء الكهنة، بيقول الإنجيل: دخل الشيطان في يهوذا. وكمان بالعشر الأخير بيقول يوحنا: إنه بعد اللقمة دخله الشيطان. نوصل آخر شيء للجمعة العظيمة. الجمعة العظيمة هي تذكار ألام ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. ليش؟ لأنه بزقوا عليه وضربوه وشتموه وهزقوا فيه ولبسوا البرفير وعطيوا القصبة والسفنجة والخل والمسامير والحربة، وكل هول حتى الصلب وحتى الموت. بهيدا التذكار صرخ: اذكرني في ملكوتك. مين صرخ هيك؟ صرخ عليه اللص يلي كان على جنب من جنبه هو وكان مصلوب. بزيت الوقت هو عيد الخطيئة. ليش؟ لأنه على هالجلجلة
إجا الخطأ وإجوا الأشرار والموت كلهم على أنفسهم لطلعوا وصلنا إليز إلى اليوم الأخير بأسبوع الآلام، يوم الجمعة العظيمة، هاليوم يلي يسوع ارتضى أن يموت على الصليب حتى ينجينا من الخطيئة. اليوم كشف لنا عن طبيعته الحقيقية، هالطبيعة يلي هي غير طبيعية، يلي فيها البعد الإنساني والبعد الإلهي. خبرينا إذا ممكن من خلال الأيقونات أيضا كيف كانت الأحداث بهالنهار بيوم الجمعة العظيمة. في أكثر من أيقونة، أيقونة الصليب وأيقونة إنزال يسوع عن الصليب. مين الأشخاص اللي كانوا حواليه بالأيقونتين وشو مغزى هالأشخاص؟ قد إيه أخذنا منهم عبر يمكن؟ قد إيه أهميتهم بديانتنا المسيحية؟ هو هون المسيح آدم الجديد يلي كمان اختار إنه يصلب لحتى يخلصنا من الخطيئة، قال له إيلي إيلي لما شبقتني، يعني يا رب لماذا تركتني. كان كمان هون كإنسان بيوجع وبخاف، إنما قبل عارف انه هيك ربنا وقبل بإرادة ربنا. فمنشوف بهيدا الأيقونة انه جسمه مسمر على الصليب ومايل لليمين، راسه منحني وعينيه مغمضين، فمثل الميت على جنبه الجرح بيتدفق دم وماء وبينزلوا هالدماء على الجمجمة الموجودة تحت. هيدي الجمجمة بتمثل آدم، وهيدا القبر بيمثل الموت. حطوا له كمان سينة شريط فوق مكتوب انبي، يعني يسوع الناصري ملك اليهود. على اجرين المسيح منشوف عشمال والدة الاله يلي عم بتشير بايدها ليوحنا الحبيب، عم تدعي للتأمل معه بسر الخلاص، مريم المجدلية وباقي النساء. وعلى اليمين منشوف يوحنا الحبيب مع الجندي قائد المئة وواقفين باحترام، وقائد المئة معلق ايده كأنه بده يرسم إشارة الصليب. الحدث الثاني بالجمعة العظيمة هو التنزيل من الصليب والمراسي تبعه. بهيدي الأيقونة منشوف انه نزلوه عن الصليب، حوله أمه ويوحنا تلميذ الحبيب ويوسف الذي من الرامة ومريم المجدلية، كلهم عم بيبكوا وعم بيرسوه. فبهيدا الحدث بكنائسنا مننزل المصلوب من الصليب ومنحطه على الشرشف الأبيض، رمز الكفن يلي هو دفن فيه المسيح. المسيح قام حقا قام، هيك رح نصرخ يوم سبت النور، اليوم العظيم واليوم المجيد يلي مش بس يسوع رح بيقوم من بين الأموات، ولكن هيدا رجعنا الوحيد انه نحن ايضا رح منقوم مثل ما هو قام، ورح منكون الى جانبه بدنيا الخلود. نعم قليت، وهلأ وصلنا للسبت العظيم، هو سبت النور. سبت النور مثل ما بنشوف بهيدا الأيقونة، اجوا المريمات ليطيبوا له جسده ولقيوه فارغ، والملاك عم بيقلن عمين عم بتنبشه. هو يلي انتصر على الموت، هو يلي نزل على الجحيم لحتى ينقذ آدم وحواء القدماء وينشلن معه، نزل وجابن وطلعن. وهيك نحنا منقول كلنا المسيح قام حقا قام، وإن شاء الله لبنان يقوم من هالعذاب يلي عم بيعيشه، مش بس من عذاب الكورونا انما بالاحداث يلي سبقت هيدا الشيء، وان شاء الله يعني اقتصاديا يصير منيح ويرجع يزدهر البلد. وانا بتشكرك كثير على استضافتك، شكرا، وخلينا نهلل وخلينا نفرح المسيح مع المسيح، وخلينا نزين بيوتنا ونفرح، وكمان نسمع الأداديس من خلال السوشيال ميديا ونتابعهم
يسوع ما حيتركنا أبدا. إليزا أنا بدي أشكرك كثير على كل هالشرح الرائع والمفصل لأيقونات الأسبوع العظيم، وبدي أتمنى لك من اليوم فصح مجيد إن شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى عائلتك وعلى كل لبنان بالفرح، كلنا ناطرين فعلا القيامة.